النهاردة مع كل هذه المشروعات أنا بقولها لحضراتكم، انتهينا من تسكين الحي السكني الأولاني اللي هو لإسكان الموظفين في العاصمة ما يقرب من 10,000 وحدة في مدينة حدائق العاصمة الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة. مرحلة الثانية والثالثة في خلال الشهور البسيطة الجاية هياخدوها، لكن الأهم الحي السكني اللي هو هنا أول حي سكني أنشأناه في العاصمة الإدارية اللي هو R3. النهاردة كان فيه 24,000 وحدة سكنية بمختلف المستويات. أعتقد أنا سعيد جدا أن أنا أقول تقريبا اتباعوا كلهم بالكامل، واللي احنا بنتكلم اللي فاضل فيهم اعداد بسيطة جدا. ده معناها ان اذا ضربنا كده 24,000 وحدة في 4 افراد، يعني بنتكلم في 100,000 مواطن مصري هيبقوا موجودين لوحدهم في هذا الحي. انا بحكي كل هذا الكلام عشان نوري قد ايه لما بنفكر صح وبنخطط صح للمستقبل، الحمد لله ربنا بيجازينا خير على هذا الموضوع. الاهم منظومة ادارة العاصمة الادارية من اول لحظة احنا قلنا عايزين نديرها بمنظومة وفكرة القطاع الخاص، عشان كده أنشئت ليها شركة، شركة العاصمة الإدارية الجديدة، علشان برضو اللي بيتقال إن الإنفاق على المشروع كان من إنفاق من الدولة، الكلام ده مش صحيح. الكلام ده احنا نفذناه من خلال نفس الفكر اللي بتقوم بيه شركات التطوير العقاري العملاقة اللي موجودة في أي حتة في العالم وفي مصر وبتنجح. عملنا نفس الفكر، شركة لإدارة المدينة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة، والنهاردة هذه الشركة العامل المالي اللي فات قفل بأرباح تجاوزت 20 مليار جنيه. فمعنى كده هذا المشروع مشروع ناجح، وأنا في تقديري الحمد لله مع حجم التنمية اللي موجود إحنا بنسبق في العاصمة الإدارية الجديدة معدلات إشغال ونمو المدن الجديدة بصفة عامة في أي حتة. عادة كان أي مدينة جديدة بتاخد لها على الأقل 20 سنة عشان الناس تبدأ تشعر أنها أصبحت نابضة بالحياة. أنا بقولها لحضراتكم تقديري كراجل، يعني دي شغلتي، مش أكتر من 3 إلى 4 سنوات على الأكثر من النهاردة وحلاقي هذه المدينة نابضة بالحياة ومئات الألاف بيقتنوا هذه المدينة. كل ده أنا بقوله لأن ده التوجه اللي احنا كدولة بنشتغل بيه، نخطط للمستقبل ونصلح القائم. حجم المشروعات اللي بتتعمل بقى جوه القاهرة العاصمة القديمة بتاعتنا النهاردة يفوق الوصف. حجم هائل من تطوير المناطق القديمة وفتح شبكات طرق وإنشاء مناطق ترفيهية ومناطق خدمية جوه القاهرة القديمة، الحفاظ على التراث، إنشاء مشروعات مثل حدائق الفسطاط وتلال الفسطاط اللي هتبقى أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط، أكتر من 500 فدان، منطقة خضراء في قلب القاهرة، مناطق كانت مهملة وآسف كانت مقالب للقمامة بتتحول إلى مناطق خضراء وبحيرات ومناطق ترفيهية، المناطق العشوائية اللي اتشالت واتبنت مكانها مناطق حضارية لأهالينا برضو من القاهرة. احنا بنطور القاهرة القديمة زي ما بنعمل المدن الجديدة. كل ده أنا بتكلم فيه ده شق في جزء من خريطة وخطة مصر للتنمية للمستقبل لغاية 2030. احنا يمكن أنا كنت على مدار اليومين الثلاثة اللي فاتوا كنا في زيارات، مرة في العين السخنة والمنطقة الاقتصادية، ومبارح كنا في العمرية والنبارية في الجانب الآخر من مصر، وكلها أنشطة تخص الصناعة والزراعة، لأن احنا موقنين تماما إن هذه القطاعات الإنتاجية هو السبيل الوحيد لاستدامة النمو الاقتصاد المصري. صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا معلومات وأنشطة أخرى زي السياحة وخلافه، كل ده هدفنا إن احنا ننمي ونطور هذه الدولة بطريقة ثابتة وبخطة ثابتة، حتى بالرغم إن احنا عارفين إن احنا متعرضين لأزمة اقتصادية غير مسبوقة. ومرة أخرى أنا عايز أأكد عليها، صحيح إن الأزمة خانقة في مصر وإحنا نعي تماما ذلك وبنشتغل ليل ونهار على وضع الحلول لتجاوز هذه الأزمة اللي إن شاء الله هنتجاوزها بإذن الله في خلال الفترة القادمة، بالرغم إن العالم كله بيموج بنفس المشاكل والاضطرابات، كل الدول ما فيهاش يعني حالة ثابتة ومستقرة، هناك العديد من المشاكل. الصندوق النقد بيقول ما زالت 2024 هتكون سنة تحدي لكل الدول النامية وكل العالم كاقتصاد بسبب كل الظروف اللي احنا موجودين فيها، بيضاف علينا كأعباء المشاكل والاضطرابات السياسية اللي حوالينا اللي في المنطقة اللي بتضيف علينا برضو ضغوط أخرى. ومع ذلك الدولة المصرية
وضع خطتها وبتشتغل بمنتهى الثبات، لان عندنا رؤيتنا لهذه الدولة وحلمنا لغاية 2030. انا مش بتكلم لخمسين سنة، انا بتكلم فقط لست سنوات من الان، نعي تماما ازاي الدولة دي نقدر نتجاوز الازمة اللي احنا موجودين فيها ونتحرك حتى هذا التاريخ علشان فعلا نستعيد مسار النمو اللي كنا عليه قبل الازمة العالمية، ونحقق المعدلات اللي بيحلم بيها لكل مواطن مصري. مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن انا حبيت ان انا انتهز هذه الفرصة ان انا وانا موجود معاكم، ان احنا نشرح كده بطريقة بسيطة الدولة المصرية بتتحرك ازاي في كل مناحي الحياة وكل مناحي التنمية بهدف واحد فقط، تحقيق افضل جودة حياة للمواطن المصري. نحاول ازاي نتجاوز الازمات اللي احنا موجودين فيها، واللي ان شاء الله احنا موقنين ان احنا هنتجاوزها باذن الله خلال الفترة القادمة، وباذن الله كل الخير والتقدم لبلدنا الحبيب مصر.